وطيبة. شنية رايك في الخطة؟ طيارة الكبسل اليوم باش يخلص قديم وجديد. يا لا بجنون، ما لقيتوش جول مصغر؟ ما لقيناش، اما لقينا جارديان عالمي هو اللي باش يربحنا في اختار اليوم. بون، وشكون هو البوفون؟ ماكش ترى فيا. اصدم نحسون، اصدم. خالق العادة. الكل منك، نتبعك وين انت يا نحسون. مرة جاية باش نحصلك كينانة يا سمير، تحط اختار. روموكول، ربح استنى فيك. غريبة، كيفاش تعديت؟ سمير كالعادة ما يحصلش مع بروفوكات. والكابتن مبارك يضحك، عجبته ولا بس؟ الإعلان، شوف هاي الأشياء مثل هذه جدا رائعة. هذه أنا تشدني كمشاهد إني أنا يجب إني أتفرج عليها. أحيانا تسوي دعاية والإعلان طريقة مملة. صح. يعني ما تكونش ضامرة، نقولوا إحنا بلغتنا يعني فيها نوع من الآية. مش حلوة. إي مش حلوة. بالعكس هاي شيء 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 يعني. عنده سامير سليمي ممثل. لا. لو حتى بالنظارة والنظارات. بس دائما في التحليل ما يمثلش. بس استغربت كابتن شو تشوت على الحارس في هالجول وتسجل عليه. هاي هاي اللي ما فاهمه. والله للأمانة حتى اللي معاه زدت بركلة عليه. ما شاء الله أولادي معاه نحسون. بس ممثلين اللي معاه. ممثلين. عدم يعني ممثلين. شاطرين. خلينا نبدأ ساعة بمسابقة نجوم عربية تعودتوا بها كل يوم في سيسبور بلس. سبيسيال مونديال العرب. امبارح وريناكم تصويره مش واضحه فلوتيك كالعاده لحد لاعبين المنتخبات العربيه. اللاعب اللي وريناه لكم امبارح كما واضح على الصوره هو لاعب المنتخب الاماراتي اسماعيل مطر، الملقب بالفتى الذهبي او الجولدن بوي للكره الاماراتيه. نتذكر مليح تتويجه في 2003 في المونديال، مونديال الشباب اللي نظمته دوله الامارات العربيه بالكره الذهبيه. خاض 124 مباراة دولية رفقة المنتخب، سجل خلالها 34 هدف. الفائز بالمسابقة هذه لمبارح هو بدري اس، ربح بونوس قيمته 100 دينار نجم يستعمله على سيت بروموكود.com. فألف مبروك ليه. تو باش تعديو لتصويرة جديدة، وأكيد باش نحاولوا نشوفوا ليزيكسبير بتاعنا محلينا يحاولوا يعاونوكم باش تطلعوا شكون اللاعب اللي يختفي خلف الصورة هذه. بطبيعة كالعادة هو لاعب أحد المنتخبات العربية، قد يكون لاعب مازال ينشط حاليا او لاعب سابق لاحدى المنتخبات العربيه. كالعاده تدخلوا على الباج فيسبوك برومو كود تونيزي، حطوا كومونتير على البوبليكاسيون. ما تعطينيش الاسم عاد، ما تعطيش اسم اللاعب، تحب تعاونهم باسم المنتخب بالمركز. منتخب قطر، منتخب قطر يلعب على جهه اليمين اليسار. سجل 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 اخر اهداف في دوري مباراه العراق. يثور يسجل زين. ابوه لا ابوه اسمه عفيف. ويلعب مع بغداد بورجيه. عرفت المعز علي، عرفت المعز علي. غدوة كالعادة يتم إعلان اسم اللاعب اللي قد يكون الاسم اللي ذكره باللحظات السنية. بعد أقول كابتن علي بعد إذا الجمهور مو بعارف الإجابة بعد. لا لو كلهم معانا نكنسلها المسابقة هذه. لا تعطيهم الإجابة. لا إذا بعد واحد يقول لك والله ما عرفت. في يغلط، في من يغلط. لا والله يقول لك والله في. ها؟ صورة واضحة. أنت تعرفه خاطر شايفه. لا راك هنا، ولكن في تونس ممكن ما يعرفوه. أي لا ممكن. في تونس صوروا يعرفوه لأنه شايفه كثير ممكن.